تعال شوف مثلا الأستاذ الكاتب الصحفي مفيد فوزي عمل حوار مع صديقنا حمدي رز في برنامجه، ومفيد فوزي رأى أن بعض تأويلات أو تفسيرات الشيخ الشعراوي مهدت الأرض للجماعات الإرهابية أو المتأسلمة. يا نهار اسود، الدنيا قامت، سحلوا الراجل، بعضهم من محب الشيخ الشعراوي أو غيره. ده وصل الأمر إن في واحد رفع قضية أمام النائب العام. أولا أنا من محب ومريد الشيخ الشعراوي وبستمتع بتفسيراته وأحاديثه، بس هو في النهاية الشيخ الشعراوي ليس مقدسا، مش مقدس، يعني هو كشخص مش مقدس، مش نبي، مش منزل من السماء، يعني عادي ان احنا نقول رأينا في اي حد عادي. طب نرد على مفيد فوزي، نطلع في نفس البرنامج ونرد ونجيب مفيد فوزي على التليفون؟ ابدا، اذهب الى القضاء، قضي الامر، هو كده.